انطلقت اليوم الجمعة بمدينة مراكش أشغال المؤتمر الدولي حول موضوع حماية المال العام مقاربات متعددة الذي ينظمه المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكام الأمنية. المال العام يعتبر القنطرة الأساسية للتنمية الاقتصادية، لأمن اجتماعي، لأمن اقتصادي، لأمن سياسي، وبالتالي نراهن خاصة في الآونة الأخيرة. نعلم عرفنا جميعا ما يسمى بالزلزال السياسي أو الزلزال التغييرات بعض المناصب على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد العربي وكذلك على الصعيد الدولي، وبالتالي فهذا الموضوع يعرف أهمية كبيرة جدا ويجب تعريف حتى نحن كمجتمع مدني. أكيد أن الدستور كذلك أعطانا حق القوة الاقتراعية والتتبع، وبالتالي لا يمكن أن يبقى المواطن لأنه هو نهاية المطاف هذا ماله إن صح التعبير، يجب أن يحرص على ترشيده ويحرص على نفقته إن صح التعبير وتتبع مختلسي هذا المال العام أو عدم تدبيره بالتدبير الجيد. ويناقش هذا المؤتمر الدولي على مدى يومين مظاهر حماية المال العام من خلال المواثيق الدولية والدساتير والسياسة الجنائية في مجال حماية المال العام وغيرها.